السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف للعطل لمدة ثواني اللي حصل معانا في تويتر، ولكن احنا معكم الحمد لله. اليوم بنتكلم على نهاية العام. احنا عام 2020 مضى علينا بحلوه ومره وبكل الأحداث الصعبة في أماكن مختلفة في العالم، سواء كانت هي أحداث إغاثية أو سياسية أو اقتصادية إلى آخره، أو حتى جائحة الكورونا اللي جت على فجأة وفاجأتنا كلنا كشعوب وأوطان وسياسيين واقتصاديين إلى آخره. واليوم زي ما أنا منذ سنتين، يعني من 2018 بدأت أعمل شيء جديد اللي هو أقدم كشف حسابي لنهاية العام. وكشف حسابي لنهاية العام في هذا العام هو حيكون عن ماذا فعلت في 2020. أنا بدأت هذه المرحلة في 2018 و2019، وقدمت محاضرتين في نهاية العام 2018 و2019 بتتكلم عن كشف الحساب وما قمت به في هذين العامين. اليوم كشف الحساب هيكون مختلف تماماً عما حدث في 2018 و2019. احنا بنبدأ سنة 2020 بحدث ان انا دعيت لجنوب افريقيا لمنحي وسام اسمه وسام اوبونتو للمسؤولية الاجتماعية، وده كان بيمنح لأبناء وطن جنوب افريقيا، ولكن وزيرة التعاون الدولي قررت أنها ترشحني لهذا الوسام، والحمد لله حصلت عليه في 15 فبراير عام 2020. وده كان الشيء اللي احنا كنا متمنين ان يكون عام 2020 عام يعني يكون في خير وسلام على العالم كله. في الصورة اللي انت هتشوفوها بعد كده لو انتم معايا على اللي هو الزوم او فيما بعد على اليوتيوب، اللي هي الوسام او اللي هو اللي انا اخذته، زائد لقائي مع رئيس جمهوريه جنوب افريقيا اللي هو سيريل رامافوزا. في 2020 ما كانش فيه سفر كتير، سافرت 6 سفريات فقط لخمس بلدان، خلت 27 يوم. 6 سفريات، 6 رحلات، 6 رحلات، 5 دول ل 27 يوم. حينما أقارن سفرياتي في عام 2018 و19 أجد أن في 2019 كان عدد الأيام اللي أنا سافرتها 145 يوم، وعدد الدول اللي أنا زرتها 18 دولة، وعدد الرحلات 29 رحلة. ده كان في 2019، وكنت أتمنى أن في 2020 عدد الدول يبقى 200 أو 200 و... لا يبقى عدد أيام السفر تبقى 200 أو 250 يوم، وعدد الدول تبقى مثلاً 25 أو 30 دولة، وعدد السفريات يبقى من 40 سفرية على الأقل، لكن ما حصلتش للأسف. دكتور، أنا بعتذر عن المقاطعة، بس اللايف ستريم في التويتر شكله متوقف دكتور، بس حبيت أتأكد هذه النقطة. نعم نعم تمام دكتور. في 2018 برضك سافرت أنا لأكثر من 143 يوم، 143 يوم ل 17 دولة في 31 رحلة. أما في عام 2020 هم 5 دول، 6 رحلات، وبعدين 27 يوم فقط. الرسم الباني اللي قدامنا ده بيبين لنا الفارق ما بين 18 و19 و20، وده هتشوفوه على اللي هو الزوم او فيما بعد على اليوتيوب. تقلصت الانشطه الخارجيه بتاعتي انا شخصيا. انا رجل احب السفر واحب ان اذهب الى الميدان كثيرا جدا، وخاصه كنت مركز في ال3 سنوات الماضيه على افريقيا من شرقها الى غربها الى وسطها، لكن تقلصت الانشطه الخارجيه الى عدد ايام السفر. اصبح عدد ايام السفر اللي سافرتها في عام 2018
18 و19 بيساوي 18%. لا، عدد ايام السفر اللي سافرتها في 2020 بيساوي 18% من عدد ايام السفر اللي سافرتها في 18 و19. وعدد الدول اللي انا زرتها في 2020 بيساوي 28% من اللي انا سافرتهم في 18 و19. وعدد الرحلات اللي انا سافرتها في 2020 اصبح 17% من اللي سافرتهم في 18 و19. والنشاط الخارجي بالنسبه لي كله بلا استثناء، نقص حوالي 80% عن 2018 و2019. أنا ليه ببدأ بكشف الحساب ده في السنة الثالثة؟ لأن أي شخصية مجتمعية، سواء كانت إنسانية، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت دينية، سواء كان أي إنسان بينبري ويقف من أجل المجتمع، عليه أن يقدم كشف حساب للمجتمع كل شهر أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو على الأقل مرة في العام. فلذلك أنا عملت هذا الأمر منذ عام 2018، واليوم بنتكلم عنه باللغة العربية، وغدا نتكلم عنه إن شاء الله باللغة الإنجليزية. بالنسبة ل 2020 كانت عن 6 دول اللي هي جنوب أفريقيا والسودان وجنوب السودان والصومال وأثيوبيا فقط اللي أنا زرتهم السنة دي، في شهر ما بين شهر فبراير وشهر مارس. لماذا انخفض عدد الرحلات إلى 20% مما كانت عليه في العام الماضي؟ طبعا كلنا عارفين ايه اللي حدث في 2020، التغير العالمي الكبير اللي حدث لكل المجتمعات في العالم في 2020، وهو وللاسف اللي هو جائحه كورونا اللي ما زالت تضربنا وتجعلنا متقوقعين ومتشرنقين داخل مجتمعاتنا وداخل دولنا وداخل اسرنا الى يومنا هذا. ودي اللي لغت اغلب رحلاتي او 80% من النشاط الخارجي انا كنت بقوم بيه قمت بيه في 2018 و19 وسجلته لكم فيما مضى. لكن انتهجنا نهج تاني، احنا مش معنى الكورونا جات لنا قعدنا بقى في البيت ومش عايزين نعمل حاجه وزعلانين وزهقانين وخايفين الفيروس يجي يموتنا ويجي كذا وكذا. لا لا لا، انا رفضت هذه المنهجيه في العمل، وبالعكس نشاطنا ازداد في 2020 عن 2018 و19، لكن كانت أنشطة أخرى غير أنشطة السفر الخارجي. ولو أننا كنا نسافر من خلال هذه الأنشطة عن طريق اللي هو السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو المحاضرات اللي بنتكلم عنها، فكان أغلبها فيديوهات أو رسائل إحنا كنا بنرسلها لزملائنا وأبنائنا وإخواننا من المشاركين معنا في كل منها. اما بالنسبه للمحور الاول فعملنا حوالي 28 فيديو يرفع مستوى الوعي بالنسبه لمشكله الكورونا، 17 فيديو باللغه الانجليزيه و11 فيديو باللغه العربيه. معناها ايه؟ معناها ان احنا قلنا في بعض الطرق والوسائل في الوقايه وحمايه الانسان من الكورونا، وده كان منهجنا في الاول، لان احنا مش عارفين متى بدات الكورونا. انا اتيقن يقينا انها بدات منذ العام الماضي، ليس فقط منذ شهر فبراير لما اعلن عنها، ولكن انا يقيني لو كان في نظريه المؤامره او نظريه اللي هو النظريه الغير مؤامره الغير تامريه انها بدات في شهر سبتمبر في عام 2019. فانا كان وظيفتي كعامل مجتمعي معكم ان انا اعمل فيديوهات علشان ترفع الوعي عند الشباب وعند الناس بالنسبه لكيف نحافظ على انفسنا من فيروس الكورونا. وعملت فيها 28 فيديو، 17 بالانجليزي و11 بالعربي، وكلهم موجودين على اليوتيوب بتاع هاني البنا. ده نمره واحد. عملنا تسجيلات صوتيه كتيره جدا سميناها السلوكيات الاخلاقيه، لأن ما ينفعش يعمل أي موظف أو أي عامل أو أي متطوع في أي مجال مهني إلا ما يكون عنده أخلاق وسلوكيات معينة، وخاصة احنا نتكلم عن العمل الإنساني والعمل الخيري والعمل المجتمعي. وعملنا فيها 114 تسجيل بودكاست بالإنجليزي بالعربي و114 بالإنجليزي، يعني 228 تسجيل متواصل التسجيل
كان ما بين 3 ل 5 دقائق. ده عملناه ايضا، يبقى 28 فيديو للكورونا، وقلنا بقى الكورونا شكرا يا كورونا هنشتغل احنا، مش هنقعد بقى نعيط في البيت او نشد شعرنا او نقول احنا هنموت والكورونا هتيجي بكره. لا، الكورونا تيجي ولا ما تجيش، احنا كان لنا مهمه عملناها، و عملناها في الافلام الفيديوهات اللي احنا ارسلنا لكم في بدايه العام في شهر مارس من هذا العام وشهر ابريل. وبعد كده بالنسبه للبودكاست عملنا 228 حلقه بالعربي وبالانجليزي، يعني 114 بالعربي و114 بالانجليزي عن السلوكيات الاخلاقيه لعمال الممتهنين العمل الخيري والعمل الانساني والعمل المجتمعي. عملنا ايضا فيديوهات تتكلم عن من انا، كيف نشأت. انتوا كتير جدا منكم يعرف بس يعرفني عن طريق اللي هو السوشيال ميديا، لا تربى معايا ولا عاش معايا ولا شافني حتى وجها لوجه ولا كلمني الى اخره. فانا سميتها ايام الحلميه، عملنا 26 فيديو باللغه العربيه منذ ان ولدت في حي الحلميه او حي اليكانيه في القاهره او في منطقه الدرب الاحمر القديمه، و26 بالانجليزي، يعني 52 فيديو باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، يعني بالتساوي 26 و26 لايام نشاتي في الحلميه مع اهلي واخواتي الى اخره. وعملنا ايضا نفس المسلسل 36 فيديو لم ينشره، يعني بالنسبه لايام الحلميه وسيرتي الخاصه عملنا 52 88 فيديو، منهم 52 نشروا عندنا على يوتيوب ومنهم 36 لم ينشروا بعد. عملنا تسجيلات أخرى بنسميها رحلات الممتعة، سجلناها ولم تنشر بعد 32 بودكاست اللي هو تسجيل يعني بودكاست باللغة العربية و32 باللغة الإنجليزية. ده بعد ما قلنا للكورونا شكرا يا كورونا احنا مش هنقعد نستناك، احنا هنشتغل مش هنتوقف. فده اللي احنا عملناه في الفترة اللي هي كورونا منعتنا من السفر من دولة او دولة، من قارة الى قارة الى اخره. يبقى اجمالي عدد التسجيلات اللي احنا رفعناها على اليوتيوب في خلال العام الماضي كان 151 فيديو باللغة العربية و157 فيديو باللغة الإنجليزية، يعني حوالي 308 فيديو باللغتين. واضح يا شباب الكورونا ما قعدتناش في البيت نعيط أو نبكي أو نلطم أو نشد شعرنا أو نقطع ملابسنا، أبدا أبدا أبدا. إجمالي عدد التسجيلات التي لم ترفع، يعني في تسجيلات عملناها ما رفعناش، حوالي 100 تسجيل، 50 بالعربي و50 بالانجليزي، 50 بالعربي و50 بالانجليزي. ودي دي انت من حقكم قبل ان يكون المسؤول مسؤولا عنكم ان يسأل المسؤول قبل ان يسأل، يعني من حق اي مواطن في اي مجتمع واي وطن يسأل المسؤول قبل ان يصبح مسؤولا ويسأله بعد ان يصبح مسؤولا، لان المسؤول لابد ان يسأل قبل ان يسأل ايه المواطنين. فده اللي احنا بنتكلم عليه عملناه في 2020. اجمالي المحاضرات الزوم، ده طبعا في الحاجات دي كلها غير الدعوات اللي كان بتجيلنا على الزوم من جمعيات اخرى وكذا وكذا، من مبادرات شبابيه من شمال من الجنوب من اوروبا من امريكا من كندا من اسيا الى اخره. عملنا 32 فيديو زوم باللغه العربيه و27 فيديو زوم باللغه الانجليزيه، يعني 59 محاضره شاركنا فيها، إما كانت مبادرات منا أو ناس دعتنا أو مؤسسات دعتنا علشان نشارك معهم ونقعد معهم نناقش معهم بعض الأمور. يبقى ده بالنسبة للكورونا جت، أهلا بيكي. من محاسن الكورونا إن إحنا أنتجنا هذا الإنتاج وحننتج، وإلى اليوم كان عندنا لقاء مع المتطوعين في الإغاثة الإسلامية في إيطاليا، وغدا عندنا لقاء مع المتطوعين في الإغاثة الإسلامية في أسبانيا. لن نتوقف لأن في حاجة اسمها كورونا أو حاجة اسمها الإنفلونزا الإسبانية أو حاجة اسمها إيبولا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وده رسالة للشباب كلهم، لابد ألا تتوقفوا على الإطلاق.
نرجع بقى من التواريخ، شهر مارس كان اول لقاء ل ما كانش زوم، ده من اجمل اللقاءات اللي عملته جمعيه اسمها رويال رود مع شاب جميل اسمه هادي باجابير. هادي باجابير لان في مشكله في الانترنت في اليمن، قررنا هو قرر ان يكون اللقاء عبر الواتساب، بحيث ان انا اسجل 5 دقائق وارسلها له كاسئله للشباب في كل مكان في داخل اليمن، وكان لقاء اكثر من رائع. كان الكلام ده في شهر مارس عام 2020. في شهر ابريل كان لنا لقاء مع مؤسسه الركيزه للاغاثه والتنميه في العراق وعن الاستدامه في منظمات المجتمع المدني، وكذلك كان في عندنا لقاء مع الاسلاميك سوسايتي اوف بريتن اللي هي الجمعيه الاسلاميه البريطانيه اللي موجوده في بريطانيا، اللي هي كيف اننا نساعد العائلات في اثناء حصار الكورونا اثناء شهر رمضان. كان ايضا عندنا في شهر ابريل اللي هو كيف نبني قدرات المجتمع عندنا، وازاي ان احنا نعمل تاثير، يعني تغيير في تاثير على المجتمع. وده كان مع جمعيه في لندن اسمها رمضان تنت، اللي احنا بنسميها ايه بالعربي اللي هو خيمه رمضان. في شهر مايو ايضا في رمضان كذلك كان في معانا لقاء مع الجزيره في القصه الطبقيه عن تحديات الاغاثه الانسانيه على مستوى العالم. كان عندنا لقاء اخر اسمه المعايير الانسانيه واثناء اداره الازمات مع ناشطين مجتمعيين في تونس. كان معانا دور الشراكات الناجحه في العمل الانساني مع مركز روافد للتنميه القياديه في تونس. كان عندنا مزرعه سوريا في ظل الوباء الحالي مع مؤسسه الاغاثه سوريا ودي في بريطانيا اللي هي سيري ريليف. كان عندنا نقاط القوه والضعف في المؤسسات المحليه والمنظمات المحليه والديمومه في مؤتمر السياق السوري. عندنا مؤسسه انسان ودي كانت في تركيا، او في تركيا موجوده مؤسسه سوريه في تركيا. وايضا في شهر رمضان كان عندنا لقاءات خاصه مع الشباب في سؤال وجواب معايا انا شخصيا، لكن للاسف التسجيل مش موجود عندي. كل الحاجات دي موجوده على اليوتيوب، موجود لها روابط المفروض يكون في المحاضره هنا. عملنا ايضا نمره 7 من اللقاءات في شهر مايو اللي هو مستقبل العمل الانساني بعد الكورونا. يعني لابد نضع استشراف لمستقبل العمل الانساني بعد الكورونا، وده عملناه مع الاغاثه الاسلاميه في لبنان. وعملنا ايضا لقاء مع الاغاثه الاسلاميه في جنوب افريقيا كذلك. وعملنا ايضا تحدياتي لافريقيا مع الاغاثه الاسلاميه عبر العالم. وعملت ايضا كن مستعد وكن متحمس وكن فولنتير مع اللي هم مجموعه الكشافه الاسلاميه في بريطانيا ايضا. ده كل ده في شهر مايو في شهر رمضان، من اجمل الاشهر، وكان اكثر الاشهر اللي احنا تفاعلا مع الشباب في كل مكان في العالم. في شهر مايو ايضا عملنا مع اللي هو الافطار الجماعي مع مؤسسه اللي هي ايه الخيمه، خيمه رمضان في لندن كذلك. وبعدين عملنا لقاء مع علماء مصر عن ماذا بعد الكورونا. علماء مصر يعني منصه قويه كبيره ينشئها بعض الشباب يديروها من مصر وكندا كذلك. عملنا ايضا لقاء مع المتطوعين واللي هم الشباب الصغيرين اللي في ايطاليا اللي في الاغاثه الاسلاميه اللي هم عايزين يعملوا شيء للامه وللعالم كله في شهر مايو. وعملنا كذلك مع نفس الشباب ونفس المجموعه بس في اسبانيا، يعني في اسبانيا، في ايطاليا، في كندا، في امريكا، في العراق، في تركيا، كل هذه الاشياء. عملنا ايضا شيء اسمه ازاي تخلي نفسك يعني متحمس ها في داخل العمل الخيري، ها، وازاي ما هو اهميه دور الشراكه في العمل الخيري مع برضك اللي هو اسلاميك ريليف اللي موجوده او الاغاثه الاسلاميه اللي موجوده في اسبانيا. يعني ده 16 لقاء على الزوم في شهر رمضان والحمد لله. في شهر يونيو عملنا مع الاداره الدينيه المسلمه في اوكرانيا، عارفين في مسلمين في اوكرانيا، الاداره الدينيه لمسلمي اوكرانيا، عملنا معاهم دوره عن دور المنظمات الانسانيه في المجتمع في اوكرانيا. عملنا ايضا مع قناه الجزيره على الجزيره المباشر لقاء اخر ها على اللي هو
الإيبولا في الكونغو الديمقراطية، كان في برنامج صحي موجود هناك في نفس الوقت. عملت أيضا محاضرة مع مؤسسة محلية سودانية في الخرطوم اسمها مؤسسة رواحل عن تحديات الإغاثة الإنسانية في أفريقيا. عملنا أيضا مع وكالة اليمنية الدولية للتنمية محاضرة أيضا اسمها التحديات الإنسانية باليمن في ظل وباء الكورونا. كل هذه الأشياء عملناها والكورونا حاصلة، ولم تقعدنا الكورونا، ولن تقعدنا، ولن إيه ولن نهمد، لأن أنتم بتخوفونا الكورونا هتقتل. سنتقي الله وسنحافظ على أنفسنا وعلى صحتنا، لكن لن نتوقف عن العمل. في شهر يوليو كان في مع مؤسسة الركيزة أيضا في العراق اسمها ما هي المشاريع اللي ممكن نقوم بها في ظل الكورونا. في العراق أيضا مع ركيزة في يوليو عملنا الشراكة المجتمعية في العراق أيضا في شهر يوليو، ومع مؤتمر سيما الطبي الافتراضي في اسطنبول عملنا لقاء معاهم هناك عشان التطوع والعمل الخيري، وهي مؤسسة طبية خيرية موجودة داخل اسطنبول وتعمل في الداخل في تركيا وتعمل في الداخل السوري. عملنا مع مجموعة من الشباب متطوعين اسمهم مؤسسة همة الشبابية في اسطنبول لقاء مع الشباب، هو حوار وسؤال مع الشباب اللي هم بيدرسوا في الجامعات في تركيا، شباب العرب بالغالب. في شهر أغسطس كان في جائحة، أنا بسميها جائحة، انفجار مرفأ بيروت اللي حصل. عملنا فيه محاضرتين، واحدة بالإنجليزي واحدة بالعربي، ها علشان نتحدث عن جائحة بيروت وعلى الآثار المدمرة وعلى الفساد اللي موجود في الدول اللي بيؤدي إلى إهدار الأموال وإهدار مخدرات الدول. كذلك في شهر أغسطس اللقاء الثالث كان الشراكات ما بين المنظمات الإنسانية في سوريا، الاستقلالية والندية والتكامل، ودي كان جمعية اسمها جمعية الوفاء والتنمية في سوريا كذلك تعمل في الداخل السوري. عملنا أيضا مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية حاجة لقاء اسمه الشراكة بين المؤسسات الإنسانية والمشاهير، يعني لما تجيب واحد زي عادل إمام، تجيب واحد زي كاظم الساهر، لما تجيب واحد زي مثلا أليسا إلى آخره إلى آخره، أو جورج قرداحي، إزاي تتعامل مع هذه الشخصيات المشاهير إلى آخره. عملنا أيضا اللقاء الخامس في شهر أغسطس اللي هو ما هي أخلاقيات العمل الإنساني وأثرها على المستفيدين، مع مين؟ مع مؤسسة سيما برضه يعني نتكلم عنها قبل كده، بتعمل في الداخل السوري وهي تعمل موجودة أيضا في تركيا. في شهر سبتمبر كان في مؤتمر اسمه ميديكس، ميديكس الطب الثاني، مع طلبة كلية الطب اللي موجودين أو كليات الطب المتواجدين في تركيا عامة، وده كان في اسطنبول اللقاء. عملت أيضا محاضرة أخرى عن لما زرت أنا السودان في شهر سبتمبر، محاضرة عن فيضانات السودان والتغير المناخي باللغة الإنجليزية كذلك في لا دي كان في المملكة المتحدة، فيضانات السودان والتغير المناخي باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، وكذلك موجودة عندنا الموجودة يعني. فعملنا محاضرتين على إيه أثر التغير المناخي على فيضانات السودان بالإنجليزي والعربي. المحاضرة الخامسة اللي كان موجودة في شهر سبتمبر هي الوجه الآخر للجمعيات الخيرية، ودي أثارت كتير جدا من حفيظة بعض الشباب العاملين في العمل الخيري الإسلامي، اللي هم قالوا إزاي تتكلم على اللي هو إنه وكأن الجمعيات الخيرية لها وجهين. أيوة، في ناس بتستفيد من الجمعيات الخيرية الدينية بما ببعض الآيات وبعض الأحاديث، سواء كان من الإنجيل أو سواء كان من القرآن. الوجه الآخر للجمعيات الخيرية في بالعربي وبالإنجليزي. أيضا عملنا شاهد من أهليه، دي كان على اللي هو بيير كيوري اللي هو شهد على حضارة المسلمين في الأندلس، وقال قولته المشهورة: لم يبقى لنا من كتب الأندلس إلا 30 كتاب، ولو ويرجع علينا أننا نكتشف الذرة ونطلع إلى القمر، وإن مكننا من الحصول على كل هذه الكتب التي أحرقتها الملكات والملوك لكنا نتجول بين المجرات في الطرقات. ودي كانت في شهر سبتمبر كذلك. شهر أكتوبر أيضا شاهد من بالإنجليزي كذلك، وكان في لنا محاضرة تانية أيضا اسمها لقاء مؤتمر كبير
مع الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني في بنغلاديش في 2020، وبعدين في مشاكل الشباب، المحاضرة الثالثة عن طريق الزوم، مشاكل الشباب في الداخل السوري بالعربي وبالإنجليزي. في احنا عملناها كمبادرة من عندنا علشان نشوف ايه مشاكل الشباب، بعد ما اتتنا بكثير من التساؤلات من الشباب في الداخل السوري يعرب عن المشاكل التي يواجهها النازحين في الداخل والتي يواجهها اللاجئين في الخارج. لما حصلت الهجمة على المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد البشر وسيد الخلائق وقائد الغر المحجلين، عملنا محاضرتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، واحدة فيهم ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربي، وماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنجليزي كذلك. واحدة كانت في شهر أكتوبر والثانية كانت في شهر نوفمبر. ليه؟ لأن في هجمة كانت ممنهجة ومبرمجة وخنوع واسترخاء من كثير من المسلمين أن يقفوا ويدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا جئنا بشهادات غير المسلمين الذين وقفوا شامخين معتزين بما قدمه الإسلام وقدمه القرآن وقدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية جمعاء. كان في قمة الأعمال الخيرية الأوروبية في شهر أكتوبر كذلك في مملكة البحرين، مع عن طريق اللي هو الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، كان لنا فيها كلمة في الافتتاحية كذلك هناك مع اللي هو الشبكة الإقليمية للمؤسسة المجتمعية، وده كان في شهر أكتوبر. شهر نوفمبر يعني النسخة الأخرى لماذا قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنجليزي، وكذلك كان في مؤتمر العلمي الأول لرعاية الأيتام لنسقته تحت إدارة اتحاد رعاية الأيتام اللي موجودة في اسطنبول، وكان مؤتمر ناجح جدا جدا جدا، وكان فيه بنحدد فيه الأطر، الأطر ورسالة واضحة عن من هو اليتيم، ما هي كفالة اليتيم، لابد وهو يعني هل اللي هو الملاجئ ان احنا بنتهد الأيتام دي اصبحت عملية او غير عملية بالمرة. ايضا كان في هناك لقاء ثالث مع مؤسسة بريطانية الإسلامية في داخل هذا الشهر كذلك، علشان نتكلم مع أبناء هذه المؤسسة للمرة الثالثة في خلال الثلاث أشهر والمتحدثين. وبعدين عملنا محاضرة أخرى اسمها بالإنجليزي العربي من يحاسب الأمناء، وكان ده لأن كان في حصل حوار من أكثر من 25 سنة ما بين أحد مدراء المكاتب المؤسسة من المؤسسات الإغاثية وأحد أعضاء مجلس أمناء نفس الإغاثة. فالمدير التنفيذي بيقول له من يحاسب الأمناء؟ قال له ربنا. طب من يحاسبنا؟ قال الأمناء. قال له لا، إذا كنت أنت ربنا بيحاسبكم يبقى إحنا مرضك ربنا يحاسبنا. فعملنا عليها محاضرة إن لابد أن يحاسب الأمناء، لابد أن يحاسب الوزراء، لابد أن يحاسب الرؤساء، لابد أن يحاسب الأمراء، لابد أن يحاسب كل مسؤول وقف على منصة اجتماعية. من حق أي مواطن، من حق ونقولها مليون مرة، أن يقول له يحاسب كما حسب أبو بكر رضي الله عنه، وكما حسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما حسب كل الخلفاء الراشدين، وكان هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ده في شهر نوفمبر. في شهر ديسمبر كان في يعني مع مؤسسة أويس القرني أو وقف أويس القرني، كان في جلسة كبيرة مع أكثر من 1200 تقريبا متطوع أو قرابة هذا الموضوع في مع مؤسسة أويس القرني عن في أسبوع التطوع الأول في اليمن، وكان في أسئلة غير عادية وجميلة من الشباب في هذا الوقت لمؤسسة وقف أويس القرني. أيضا المحاضرة الثانية في شهر ديسمبر اللي احنا عملناها من كم أسبوع قلنا فيها لن نيأس لن نيأس لن نيأس لن نيأس من تحديات العمل الخيري باللغة العربية وباللغة الإنجليزية كذلك. أيضا عملنا محاضرتين كيف نحتفل بمولد المسيح عليه السلام، ومن هو المسيح عليه السلام، ومن هي أم المسيح عليه السلام، ماريا القبطية، ماريا بنت عمر ابنة عمران، ومن هي أمها حنة أو بنسموها اللي هي بالإنجليزي سانت آن، إلى آخره إلى آخره آخره. ده كان في شهر ديسمبر بالنسبة لخمس لقاءات في شهر ديسمبر اللي احنا ما زلنا فيه. وآخر لقاءين كان واحد يوم السبت الماضي يوم 26 مع المتطوعين في الإغاثة الإسلامية في إيطاليا، والآخر حيكون غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع المتطوعين في أسبانيا كذلك الإغاثة الإسلامية.
ده حصيله، حصيله احنا بنتكلم عنها في خلال اللي هو المده اللي احنا جات الكورونا فاقعدت الناس في البيوت، شلت الطائرات والحركه الى اخره اخره. لا، ولكن نحن لم نشل ولم نقعد ولم نتوقف عن العمل، بل عملنا وعملنا وعملنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا جعلنا ننتج كل هذه الاشياء بفضل كذا، بفضل لكم انتم بعد الله سبحانه وتعالى، بفضل دعائكم بعد الله سبحانه وتعالى. نصل لختام اللقاء بتاعي اللي هو كان المفروض يكون يعني بسيط وخفيف، في الخاتمه والرساله، وهي رساله للشباب كلهم، وانتم كلكم شباب، فاسمعوا معي ولتعوا ما اقول باذن الله. كما ترون من خلال هذا العرض اللي انا اتكلمت فيه في خلال نص ساعه اللي فات دي، ان منهجيه عملي انا شخصيا تغيرت راسا على عقب نتيجه للتغيرات الطارئه التي اصابت العالم في مقتل، هو التغيرات بتاع كورونا في الكثير من الاماكن. يعني صحينا من النوم قال الكورونا ما عادش يسافر، هنموت 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 هنموت. فغيرت منهجيه عملي انا وفق التغيرات الجذريه اللي حصلت في المجتمع الايه؟ الدولي. فاصبح همي هو همكم وهمكم هو همي، وما كان همي. همي كان انني اجد وسيله اخرى او وسائل اخرى اسرع وايسر واقل تكلفه. اسرع وايسر واقل تكلفه، لماذا؟ لايصال معالم ومنهجيات ومبادئ رسالتنا الانسانيه الى الجميع. الى الجميع الى الجميع، لن نتوقف. لن نتوقف، لن نتوقف. فاصبح همي وهمكم هو ان نجد وسائل اخرى اسرع وايسر واقل تكلفه، اسرع وايسر واقل تكلفه لايصال معالم ومنهجيات ومبادئ رسالتنا الى الجميع، الجميع في كل مكان وفي كل زمان. فعلينا ايها الشباب، ورساله لكم، الا نكون متحجرين، تقليديين، متقوقعين، فنقوم بما كنا نقوم به من قبل في ظروف تختلف تماما عن الظروف التي كانت تواجهنا من قبل. يعني كنا بنعمل المشروع بطريقه معينه من 10 سنين. لا تصلح هذه الطريقه ان نعمل بها مشروع في 2020 2021 2022. فعلينا يا شباب الا نكون متحجرين، تقليديين، متقوقعين، فنقوم بما كنا نقوم به من قبل في ظروف تختلف تماما عن الظروف التي كانت تواجهنا من قبل. ده عنوان الايه؟ الرساله. وهذه رسالتي لك يا شباب، لان ما نقوله، ها اسمعوا دي بقى، ليس قرانا ولا انجيلا ولا توراه ولا احاديث نبويه شريفه، انما هي اجتهادات 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 وتكيفات مع المناخات المجتمعية المختلفة التي تواجهنا فجأة وتغير مسارات حياتنا دون سابق انذار. يبقى أقولها تاني، رسالتي إليكم يا شباب أن كل ما أقوله ويقول الآخرين ليس قرآن ولا إنجيل ولا توراة ولا أحاديث نبوية شريفة، إنما هي اجتهادات اجتهادات وتكيفات، كيف نتكيف ها مع المناخات المختلفة التي تواجهنا وتغير مسار الحياة اللي في داخل مجتمعاتنا دون سابق انذار. دي كانت الرسالة، ودي كانت الاستراتيجية اللي احنا المفروض ايه نتعامل معها كلنا في هذا المجال. فعليكم يا شباب، اسمعوا هذه، عليكم يا شباب الا تصابوا بالدوار 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 وفقدان البصر وفقدان البصيرة والصرع والهلع والجزع والإحباط واليأس. عليكم يا شباب ألا تصابوا بالدوار، فقدان البصر والبصيرة، الصرع والهلع والجزع والإحباط واليأس. لا يمكن، لن نسمح بهذا، بل علينا نحن الشباب، أنا وأنتم وأنتم وأنا، أن نبتكر طرقا إبداعية جديدة، أن نبتكر طرقا إبداعية جديدة في مواجهة هذه التغيرات التي لا نستطيع إيقافها. مش هنقدر نوقف الكورونا، لكن ممكن نواجهها. الدعاية جديدة في مواجهة التغيرات التي لا نستطيع إيقافها،
ولكن نستطيع أن نغير مساراتها ونقلل من خسائرها ونحول أثارها السلبية إلى إنجازات مجتمعية. فعليكم يا شباب ألا تصابوا بالدوار وفقدان البصر والبصيرة والصرع والهلع والإحباط واليأس والجزع، بل علينا أن نبتكر معا طرقا إبداعية جديدة في مواجهة هذه التغيرات التي لا نستطيع إيقافها، ولكن نستطيع أن نغير مساراتها ونقلل من خسائرها ونحول أثارها السلبية إلى إنجازات مجتمعية. وهذا لماذا؟ لهذا من نحن بقى؟ هذا لأننا نحن أنا وأنتم وأنتم وأنا رسل من رسل الإنسانية. نحن أنتم وأنا رسل من رسل الإنسانية، ورسل لرسل رسل الله سبحانه وتعالى، مكملين تطبيق العملي لرسالتهم الدينية على مستوى المجتمع في خدمات اجتماعية ومجتمعية. ورسل رسل الله لأن أرسلهم المولى عز وجل لهدي الخلائق ونشر العدل ونشر السلام والحرية. وكذلك نحن أنتم وأنا عمال للمجتمعات المدنية، مجتمعات المواطن، وخدام للفقراء والمساكين والمحتاجين. ونحن أيضا أصحاب حاجة، لنا حاجة، لدينا حاجة، وحاجتنا هي إدخال البهجة والسرور على قلب كل خلق من خلق الله، ليس فقط على البشر. نحن مسؤولون عن الحيوانات وعن الطيور وعن الأشجار والنباتات وعن المياه وعن الصخور وعن المناخ وعن كل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى. ونحن أصحاب حاجة، وحاجتنا هي إدخال البهجة والسرور على قلب كل خلق من خلق الله. فالحاجة هي أم الاختراع. فأنتم جميعا أيها الشباب أصحاب المبادرات الإبداعية القادرة على إحداث التغيرات المجتمعية الخلاقة التي تنتظرها منكم كافة الخلائق، ليس فقط البشر، كافة الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتسعد بإنجازات ما تقومون به. لتسعد هذه الخلائق بإنجازات ما تقومون به من أعمال. فلا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون، إن شاء الله أنتم الأعلون. واعلموا يا شباب قيمتكم في الحياة ما هي؟ إنكم أمل الأجيال المتعاقبة، وبهجة كل حالم بالأمن والسلم والسلام. أنتم البهجة والأمل. ابدأوا عامكم 21 هذا بالإصرار على أن تكونوا قتلا حرجا. كل منكم يعتبر إنسان أو فرد حرج أو مواطن حرج، لكن لن يستطيع أن يكون المواطن حرج تأثير إلا إذا تحول إلى كتلة من خلال بناء مؤسسات مجتمع مدني. أن تكونوا كتلا حرجة لها القدرة والاستطاعة على بناء مجتمعات مدنية قوية وراسخة تمكن المواطن أن يصبح هو المالك الأوحد والأول لوطنه الذي يعيش فيه. واعلموا أيها الشباب أنكم أمل الأجيال المتعاقبة، وبهجة كل حالم بالأمن والسلم والسلام. فابدأوا عامكم هذا بالإصرار على أن تكونوا كتلا حرجة لها القدرة والاستطاعة على بناء مجتمعات مدنية قوية وراسخة تمكن المواطن من أن يصبح هو المالك الأوحد والأول لوطنه الذي يعيش فيه. ومنكم مني السلام والحب والأمل والأمنيات، لكم مني السلام والحب والأمل والأمنيات، وبالتوفيق إن شاء الله. أختم قائلا لكم جميعا، طبعا دي الحصيلة أذكركم بها أيضا، حصيلة عام 2020 سافرت 5 دول 27 يوم
إجماع عدد الفيديوهات والبودكاست كان 408، عدد إجماع المحاضرات الزوم 59، يبقى ما أنجزناه في عام 2020 467 نشاط عملناه، ونحن قابعين لأن الكورونا عطلت السفر بالنسبة إلينا. 467. أشكركم جميعا وأقول جاءت الكورونا، جاءت الإيبولا، جاء سارس، جاءت حملة مش عارف إيه وحمى إيه وحمى إيه، أيوة سنأخذ احتياطنا ولن نقعد عن العمل، وسنبني المجتمعات ونحن وإن كنا مقعدين في بيوتنا، وإن كنا مقعدين في بيوتنا فسنظل نبني المجتمعات، وسنظل ندافع عن الأرملة والمسكين واليتيم والشريد إلى آخره، ولن نتوقف عن إفراز إبداعات مجتمعية يكون أبطالها ورجالها هم الشباب والشابات. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.